فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك رجل نصراني يعتقد بوحدانية الله وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينطق بالشهادتين، فهل يعامل على أنه مسلم؟ لا، ما يعامل على أنه مسلم حتى ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله. وإلا فالنصارى واليهود وحتى الكفار، يقول الله جل وعلا: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم.